اكتفينا بعض المنشآت يعني ما بترخصتش من أصله. لما جينا نعمل التعليمات إنه فينا كثير من المنشآت هي بتشتغل لحالها حتى لا بترخص من وزارة الاقتصاد ولا من وزارة الزراعة ولا هاجم. تكتفي إنه البلدية بتأخذ منها رسوم فقط اللي هي الرسوم البلدية، وبالتالي يعني حتى على مستوى التطبيق نظام التراخيص ما كانش يعني بالزيادة، وعلى مستوى محطات المعالجة نفسها برضو احنا يعني رغم ان احنا بنعطي ترخيص لمحطة المعالجة لكن ما عندناش الآليات انه احنا كيف ان يعني نحط عقوبات على مزود الخدمة اذا فشلت. يعني كثير من المشغلين بكل بساطة بروح بوقف محطة المعالجة ببساطة، منلاقيش حقيقة قانون ولا نظام ولا تعليمات بالضبط انه احنا كيف احنا يعني نرجع الوضع لحاله او نعاقبه او ناخذ ضده اجراء. يعني هذا صاحب محطة معالجة صعب جدا راح اقول له بدي اشخص لك اياها، ارجع الوضع مصيبي. الموضوع كله ارادي، هل هناك ارادي لدى الحكومة الفلسطينية لتصويب الاوضاع؟ اذا بالفعل لقينا في هناك ارادي عند الحكومة، يعني ليش وزارة الداخلية ما بترخص ولا بتسمح لان جي او تشتغل الا اذا بعد تصويب اوضاعها؟ تقدر وزارة الصناعة والاقتصاد الوطني انه يا مصنع لن تجدد الرخصة الا تصوب اوضاعك. اذا هو بده يشتغل على حساب المواطن وعلى حساب بيع على غيره بيطلعلوش. يعني هلا بالله في بيت لحم معظم اللي عندهم الحرف الخشبية هذه لما بيشبك انشارة على المجاري، طب هذا وين بصير؟ هذا غير في البلد. وزارة الصناعة بتعرف، وزارة البيئة بتعرف. تجربة استحداث دائرة البيئة اللي في بلدية نابلس حقق نجاحات كبيرة على مستوى نابلس. دائرة استحدثت مهمتها رقابة ومتابعة، كان عندها هي جدوى أكثر في متابعة كل المصانع اللي موجودة في نابلس بشكل عام. لو تعمم هذه مثلا كل بلدية أريحة يكون عندها دائرة مستحدثة داخل البلدية، نفس الاشي الخليل، سلطة البلديات أنا بعتبرها إلها سلطة كبيرة، وإحنا هذا الإشي بنلاحظه في المدن إنه شرطة البلدية أو سلطة البلدية سلطة عالية وإلها نفوذ. بلدية نابلس محافظة طنطا الغربية قمنا بإنشاء خزان تجميع لمادة الزبار قدرة تقريبا 300 كوب موجود أمامكم هنا مع نظام البيوفلتر معالجة الروائح الناتجة عن الزبار. فبتم إحضار مادة الزبار هون وبتم عملية حقنها بالتدريج للهاضم اللاهوائي، حيث وجدنا انه حيعمل على عمليه زياده نسبه الغاز الحيوي اللي طبعا احنا بنغطي احنا احتياجنا اليومي من 8 ل 9 ميجا في محطه نابلس الغربيه. احنا 60 ل 70% من احتياجنا بتم تغطيته عن طريق حرق الغاز الحيوي وانتاج الطاقه الكهربائيه والحراريه. استخدام ماده الزيبار عندنا موجوده انه احنا حققنا تقريبا حتى 30 ل 35% انتاج زياده في البيوغاز، فبالتالي زاد الانتاج الكهربائي.
البراميترز اللي العاليه في المنطقه الصناعيه اللي هي سي او دي وموضوع تي اس اس سسبندد سوليد وموضوع كمان الملوحه. البراميتر سي او دي والسسبندد سوليد معروف مشاكلها لمحطات الاكتيفيتد سلاج، ولكن المشكله المخفيه اللي هي الملوحه اللي صعب انك تكتشفها مباشره ولها اثر يعني سريع. الملوحه بتؤدي لعدم يعني ترسيب الحمى في احواض الترسيب الثانوي. هذه اهم يعني مشكله في موضوع الملوحه في المنطقه في المياه الصناعيه بشكل عام، هي بتؤدي لعدم ترسيب الحمى.